كيف تقدر تسوي ليزك بذكاء؟ عندنا اثنين يبون يسوون ليزك ويفتكوا من النظارات. الأول أصيل سمع من خويه عن مركز يسوي الليزك، ركب سيارته وبعد 7 ساعات سواقه وصل هالكان وتعب لين حصل فندق. وفي اليوم الثاني بعد ما سوى الفحوصات انصدم ان تقنية الليزك الوحيدة اللي عندهم ما تناسبه، ورجع أصيل مدينته حزين بعد ما ضاعت فلوسه وانخصم من راتبه 4 أيام. أما ناجح فضل إنه يبحث على جوجل عن مراكز تستخدم تقنيات حديثة وأطباء ذوي خبرة وتسهيلات في الدفع. حصل عيادة دكتور حنتيرة في جدة، اتصل عليهم وسجل موعد وهم رتبوا له الطيران والفندق وكل شيء. ولما وصل عندهم حصل 6 أنواع من تقنيات تصحيح النظر، كل مريض حسب درجة الضعف اللي عنده. لا وأزيدك من الشعر بيت، عندهم التقسيط مثل الكاش بدون ولا هلل زيادة، يعني ما خسر إلا 1000 ريال ورجع مرتاح وبدون النظارة. دلع عيونك مع حنتيرة، اعمل ليزك الآن وسدد على مهلك.